السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحدثكم عن اليوم العالمي للمرأة، وهو الثامن من شهر مارس، وفيه يحتفل عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وغيرها يحصلن النساء على أجازة في هذا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة جاء على عصر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، والذي عقد في باريس عام 1945. ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الاضطرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية. سنتعرف أيضا ما جاء في ذلك عن هذا الأمر في السنة عن هذا اليوم، وما حكم الاحتفال به. إن ما يعرف بعيد المرأة والذي يحتفل به كثير من الناس كل سنة هو من جملة البدع والمحدثات التي دخلت ديار المسلمين لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي شريعة ربهم وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدر إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم تأتي بدعة محدثة من البدع إلا وهجرت أو أميتت سنة من السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فالتمسك بسنة خير من إحداث بدعة، رواه الإمام أحمد. وقد استفاد العلم بأنه لا يجوز إحداث أعياد يحتفل به المسلمون غير عيد الأضحى والفطر، لأن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، صدق الله العظيم. وتكريم المرأة سواء كانت زوجة أم 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 أخت أم ابن، أيا كان وضعها في المجتمع، ومن المقتضيات التي أمر الله بها وحث عليها وذكرها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويوجد كثير وكثير من النماذج وما ورد لنا وقرأناه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن معاملة المرأة وكيفية التعامل معها. وهذه المعاملة ليست في يوم واحد فقط كما يفعلون، لا، بل في كل الأيام وكل يوم وفي كل وقت وفي كل تصرفاتنا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. أتمنى أن يكون هذا المقطع قد استفدتم منه بشيء وإن كان قليل، وإن أفادكم الفيديو مع هذا المقطع من الرسم. أتمنى بأن تضعوا لايك وتعليق لطيف، وشكرا لكم والسلام عليكم. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقطوف.